في الشوارع في ناس بتتخلى عنهم تلعب عليهم يوم يومين ثلاثة لما ينكسر أو يمرض أو يصير فيه برغيث ما بتوديش تعالج على الدكتور البيطري أسهل شيء إنه يرمي في الشارع فأنا باخد وبعالج وبحتضنهم وبربيهم بشوف ناس تتبناهم في ممكن اللي ياخد ويربي صح وفي اللي بياخد كمان مرة مرتين شهر شهرين وبرجع يرمي في الشارع مرة تانية هذه معاناة قطاع غزة في تربية القطط والاهتمام بالحيوان الشيء اللي أنا بتعرض له هي المضايقات وفي نوع من أنواع التريقة يعني دائما أنا أعرف كيف أنت مهتم في القطط مهتم في ليش ما تهتم في البني آدمين ليش ما إيش هتستفيد روح ربي أرانب من الشغلات هذه يعني أعرف كيف روح ربي إشي يتاكل فهذه الثقافة لازم إحنا نحولها من الشعب الفلسطيني إنه يهتم يعني في القط والحيوانات الأليفة أنا ابني هيو